أخوتي المغاربة، السلام عليكم. معكم كريستيانو رونالدو، لاعب جيفونتوس الإيطالي، لاعب ريال مدريد سابقا، لاعب فريق البرتغال. كنوجه لكم هذا النداء، كنوجهه للمغاربة كاملين، وهذا النداء غنوجهه لكم بالدارجة المغربية بحكم كنت كنجي للمغرب مرات عديدة وتعلمت الدارجة. كنت كنجي مع بدر هاري، جيت مشيت لمراكش، مشيت للدار البيضاء، مشيت لطنجة، مشيت لعدة مدن في المغرب. هاد النداء ليكم خوتي المغاربة، جلسوا في ديوركم لأن الوضع خطير وخطير جدا. جلسوا في ديوركم، حميو راسكم، حميو خوتكم، حميو والديكم. ما بقى والو إن شاء الله دوز هاد الأزمة. أنا اللي كنطلب من المغاربة كاملين أنهم يبقاو في ديورهم، ونتمناو هاد الفيروس إن شاء الله يمشي مع الوقت. تحية لكم، كريستيانو رونالدو من البرتغال كيحييكم.